أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفيه نستعرض عناوين الصحف والمواقع الأخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة، والبداية من المواقع الأخبارية. الإصلاح نت، رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ باليوم الوطني للدولة قطر ونجاح استضافة كأس العالم. الهجري يهنئ قيادة وشعب البحرين باليوم الوطني ويثمن مواقفهم الداعمة لليمن. الصحوانت، بتهم كيدية ميليشيا الحوثي تصدر أوامر إعدام بحق 16 مدنيا وسجن 13 آخرين. وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات السعودية إلى عدن، بينها مقتل 53 عاملا صحيا، رصد 2668 حالة انتهاك حوثي بحق القطاع الصحي في مأرب. تنديد حكومي بجرائم الميليشيات بحق المدنيين ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. مصرع وإصابة 7 من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش بجبهات مأرب. سهيل نت، هيئة رئاسة الشورى إعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية شرط لازم لاستعادة الدولة. الجامعة العربية، لن يصلح حال اليمن إلا باستعادة الدولة ووقف دعم إيران لميليشيا الحوثي. العاصمة أونلاين، صنعاء وفاة دكتورة وطفلتها جراء انفجار أسطوانة غاز. ميليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على نزلاء السجن المركزي في ذمار. ميليشيا الحوثي تشن حملة جبايات واسعة على المحلات التجارية في إب. شركات تجارية تواجه مخاطر الإفلاس بسبب مضايقات ميليشيا الحوثي. الحرف 28، الداخلية تعلن عن ضبط عشرات القضايا الجنائية خلال 24 ساعة. إصابة طفل بمقذوف حوثي في الضالع. يمن مونيتور، مسؤول أمريكي كبير، نريد رؤية سلام مستدام ودائم في اليمن. الدولي للصحفيين، يجب إطلاق سراح الصحفيين الذين يواجهون خطر الإعدام في اليمن. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط، الجيش اليمني يتوعد قطاع طرق في مأرب ويتهمهم بالتنسيق مع الانقلابيين. البيان، مكاسب هدنة اليمن لم تتبدد والأمطار تنعش محدودي الدخل. الاتحاد، تفكيك حقل ألغام حوثي جنوب الحديدة. الإمارات اليوم، اليمن، التصعيد الحوثي يهدد بفشل الهدنة وإنهاء جهود السلام. عكاظ، وزارة الصحة تتهم الميليشيا بارتكاب 2668 انتهاكا ضد المنشآت والكوادر الطبية في مأرب. سياسيون يمنيون، نتطلع لموقف أوروبي أكثر حزما. مكة، الحوثيون حولوا اليمن لأكبر دولة ملغومة في العالم، والحكومة الشرعية تطالب بموقف دولي. العربي الجديد، اليمن، محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 16 من سكان صعدة بتهمة التخابر مع التحالف. من عناوين الصحف إلى مقالات الرأي والتحليل، وفيها نطالع مقالا نشره موقع المشهد اليمني للكاتب خالد بقلان تحت عنوان الرئاسي محطة الاجتماع الوطني. الكاتب في مقاله شدد على ضرورة دعم مجلس القيادة الرئاسي وموازنته حتى يتمكن من تجاوز حالة التباين والعمل بما تقتضيها الأولويات، ومنها إصلاح الدبلوماسية وإعادة صياغة برنامج في إطار الملف السياسي بما يحجم الحوثية ويكشف حقيقتها أمام المجتمع الدولي. مهما كان حجم التباين أو الخلافات، فهي تعزز الندية وتوحد وجهة النظر في الاتجاه الذي يبدد أطماع الحوثيين ويهزم مشروع إيران في اليمن.
وقد شكل إعلان إبريل الرئاسي محطة جديدة على قاعدة الشراكة السياسية الفاعلة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية واستيعاب الجميع، مع وضع اعتبار للقضايا الأساسية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وحضور الجنوب كفاعل أساسي وشريك ندي بل كمركز وليس العكس، وهو ما نتج عن المشاورات اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي مطلع إبريل من العام الجاري بالرياض. لذا فإن مجلس القيادة الرئاسي كتلة صلبة متماسكة وقوية، ويجب أن يظل كذلك وفق رؤية تحدد الأولويات من خلال برامج للمسارات المهمة والسياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، لأن الشعب كله يعول على مجلس القيادة، ينتظر منه تجاوز حالة التباين والانهماك بالواقع للعمل بما تقتضيه الأولويات، ومنها إصلاح الدبلوماسية وإعادة صياغة البرامج في إطار الملف السياسي بما يحجم الحوثية ويكشف حقيقتها أمام المجتمع الدولي، لأنها تستغل الفراغ الناجم عن القصور في الأداء الحكومي المتعلق بالجانب الدبلوماسي، وتقدم نفسها أنها جماعة مضطهدة أقلية منبوذة، فيا هي من تمارس العنصرية وتريد تحكم الناس باسم السماء كحق ورثته وملك حصري في سلالة عرقية معينة، وهذا يتنافى مع كل القوانين بما فيها القانون الدولي والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان إلى آخره. وأعتقد أن مجلس القيادة أولوية باتخاذ قرارات باتجاه تعزيز العمل الحكومي وتنقيته من الشوائب التي اعتبرته نتيجة لسلوكيات الإدارة السابقة التي فشلت في التعامل مع المرحلة وتعاملت بشكل سطحي وحزبي وفئوي، كرس الشلالية وانتهج العشوائية، مما خلق فجوة بين الشارع والسلطة استغلها العدو ووظفها لصالح مشروعه الطائفي التدميري. الحصار ورحلة المعاناة، عنوان مقال نشره موقع المنارة نت لسميرة الفهيدي، تحكي فيه معاناة أبناء تعز بسبب الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي ووعورة الطريق على المسافرين من تعز إلى عدن. لا بد أن تعيش يومين من القلق والخوف حين تفكر بالسفر من تعز إلى عدن أو العكس، وإن جوت من القلق السابق للسفر فإنه سيظهر لك في الطريق نفسها وأنت ترى تلك التعرجات المخيفة. أما حين يحدث حادث تصادم قواطر أو ميل مركبة في الطريق فإن الطريق يغلق نهائيا، وما عليك إلا أن تأخذ أمتعتك وأطفالك سيرا على الأقدام لساعات وتواجه عواصف رملية تكاد تعصف بالأطفال إن لم تحكم القبضة عليهم بأحضانك. أما إن أمطرت السماء وجرف السيل طريق الهيجة وطبيعي أن يغزر الماء في السائلة، فإنك لن تستطيع مواصلة السير وسوف تضطر للتوقف في ذلك الطريق إلى الغد أنت ومن كان على ظهر الناقلة، أمراض أو أصحاء، وقد يكون التوقف في مكان مقطوع. إنها رحلة معاناة وقصة تعب تروى من تلك الطريق التي يقبع خلفها ما يقارب من 6 مليون نسمة ينشدون السلام والعيش الكريم. في زمن أصبح العالم غرفة واحدة أحد ميزاته الاهتمام بالإنسان وتسهيل وصول الخدمات إليه، يحشر أبناء تعز وغيرها من المناطق المحاصرة خلف قضبان الجبال والطرق الوعرة ليعيشوا مقطعي الأوصال، يعانون مرارة الحرب والحصار وانهيار الاقتصاد، حالمين باللحظة التي يعم فيها السلام وتستعيد اليمن أمنها واستقرارها. إلى صحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. سلطان صالح الروسا في منشور على صفحته بالفيسبوك أكد أن مأرب التي واجهت المشروع الحوثي تستحق أن تنعم بالأمان والاستقرار، داعيا عقلاء مأرب إلى العمل على إطفاء النيران التي يسعى الحوثي لإشعالها انتقاما من موقفها الثابت. في مأرب مساحة واسعة لم تصلها نار الحوثيين، ومع ذلك تشتعل فيها الحروب القبلية وحرب في الطريق العام والتقطعات والتخريب. ما يحدث مؤلم، خسائر أرواح ومشاكل جزء كبير منها أسبابه فساد النفط وأسواق السوداء والفساد الإداري. لا تصلكم نار الحوثيين، كل ذلك بفضل الله ثم الرجال الذين يقفون سدا منيعا أمام الحوثيين. يجب على العقلاء إطفاء هذه النار التي وإن طالت لن ننجو منها جميعا. كل مشكلة لها حل، وكل مشكلة يسعى الحوثيون في افتعالها وإشعالها بكل ما لديهم من إمكانيات الوصول. مأرب تستحق أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. المحافظة الغنية بالرجال والمال أرض وقفت شامخة أمام أطماع الميليشيات،
يجب أن لا تنحني من الداخل. تستحق مأرب أن تنتصر في كل معركة وأن لا يقف أمام مشروعها أي مخرب، سواء كان قياديا في الدولة أو قبليا في المحافظة. عامر الدميني في منشور على صفحته بالفيسبوك تحدث عن التباين بين خطاب الانتقالي الذي اعترض فيه على بيان الاتحاد الأوروبي وبين موافقته على أرض الواقع. تباكى الانتقالي في رده على بيان الاتحاد الأوروبي على الشراكة والتوافق، وقال إنه حريص على ذلك، بل ويعمل لتعزيز المفهومين في علاقته مع مجلس القيادة الرئاسي وباقي الأطراف اليمنية. بعد يومين على حديث الانتقالي عن نفسه، عاد للتصعيد في حضرموت ويطالب بإخراج القوات العسكرية رغم التعيينات الجديدة في المنطقة العسكرية الأولى والسلطة المحلية التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي. التوافق مفهوم شائك عند الانتقالي ولا يستحضره إلا عندما يخدمه ويعزز أجندته، أما عندما يخدم البلد بشكل عام وكل اليمنيين فذلك ما يفر منه الانتقالي. غائب حواس في منشور على صفحتي بالفيسبوك أكد أن الخطاب الإعلامي لوسائل الإعلام الحكومية لا يرتقي إلى مستوى المعركة التي يخوضها الشعب اليمني مع ميليشيات الحوثي. الخطاب الإعلامي والسياسي لمؤسسات الشرعية منذ تشكيل حكومة 2015 إلى اليوم لا يرقى لمواكبة حملة انتخابية، فضلاً عن مواجهة معركة وجودية ومصيرية فرضها أعداء الشعب من كهنة السلالة العنصرية المقيتة. لا روح عامة استطاعت وزارة الإعلام تخليقها وبثها في الوجدان الشعبي، ولا رسائل مؤثرة استطاع التوجيه المعنوي توجيهها حتى لنفسه، ولا منظومة برامجية حية أو تواصلية تربط الشعب بالدولة. ليس هناك الحد الأدنى من كاريزما الخطاب العام ووجهه وأصواته. أول حكومة في العالم تعلن إفلاسها من الروح المعنوية وتتلقى دعما معنويا من الشعب. في تويتر، عبد القادر الجنيد في تغريدة له أكد أن الوضع الحالي يصب في صالح ميليشيات الحوثي. لهذه الأسباب نتابع. الحوثي يحصل على نفط إيراني مجاني 30 مليون دولار شهريا عبر ميناء الحديدة. الحوثي يمنع تصدير غاز ونفط الحكومة الشرعية بقصف موانئ تصدير النفط. الحوثي يستعمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ليحصل على شرعنة ومساعدات ثم يلعنهم عندما يتكلمون عن السلام. الحوثي لا يرى أن هناك أي جدية لمحاربته من جهة الشرعية. الحوثي يسمي هذا نفسا طويلا وتمكينا إلهي. الحوثي يفرض الوضع الحالي، لا حرب ولا سلام ولا هدنة. تغريدة عبد السلام محمد بتويتر كشف عن الطريقة التي يعمل بها الحوثي لاستغلال حالة اللا سلم ولا حرب لصالح مشروعه في اليمن. يزور الحوثيون التاريخ بمقابرهم، لقد استغلوا حالة اللا حرب واللا سلم لبناء رموزهم الدينية المعبرة عن حروبهم الدموية، ومنها سينطلقون لتزوير هوية وتاريخ اليمنيين كما فعل أجدادهم. سيطلقون على قتلاهم شهداء الحرب مع العدوان، ويطلقون على معالم حوزاتهم بهجة الاستقلال عن السعودية، بينما سلموا اليمن لإيران راعية الإمامة وداعمة الاستعمار. الدكتور محمد قيزان في تغريدته بتويتر دعا إلى ردع الأعمال التخريبية في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، مشددا على ضرورة فرض هيبة الدولة في كل المناطق. الأعمال التخريبية في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت لا يجب التساهل معها ولا بد من الضرب بيد من حديد، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. لا بد من فرض هيبة الدولة في كل مناطق اليمن، لأن عناصر التخريب المرتبطة بالميليشيات هدفها إشاعة الفوضى والخراب في اليمن. الأموال التي ينهبها الحوثي تذهب إلى المقابر التي يبنيها، موضوع تغريدة عبد الشافي النابه بتويتر. بتكلفة تقدر بعشرات الملايين، ميليشيا الحوثي تفتتح مقابر جديدة لقتلاها من القناديل ومزارا لقبر وجامع الحسين العياني بمنطقة دوكم ريدة.
في محافظة عمران، وذلك في إطار مشروعها لإحياء الرموز الدينية الطائفية وإعادة إنتاج صورة حقبة حكم الأئمة التي اتسمت بالظلام والعنصرية والحروب. تغريدة المحامي محمد المسوري بتويتر أكدت أن أهداف الحوثي يتبناها بمواقفه وخطاباته تؤكد أنه مشروع فارسي وليس يمني. الحوثي يقول هدفه مكة والمدينة، وهذا مشروع فارسي وليس بمشروع يمني. اليمنيون علاقتهم بالسعودية تاريخية، ومستحيل أن يكون هدفهم مكة والمدينة. لتعلموا بأن الحوثي ليس يمنيا وإنما فارسيا، وما صنع الحوثي إلا لتنفيذ المشروع الفارسي وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. تغريدة المحامية هدى السراري بتويتر علقت على صورة تداولها ناشطون لقتل الحوثي وهي تغطي جدران مدرسة، قيل أنها لطلاب جندهم الحوثي وراحوا ضحية لحروبه العبثية. معرض الصور الذي ظهر وهو يغطي جدران المدرسة دليل كاف وواف لمن ليس في رأسه ذرة يقين أن ميليشيا الحوثي رعاة موت ولا شيء سوى الموت والجحيم. في الوضع الطبيعي هذه المدرسة يفترض أن تعج بالحياة من طلاب ومدرسين وصفوف تملأها الأصوات والضحكات والعلم، لم يبق منها سوى الصور وذكريات مأساوية. تغريدة عبد الكافي مرشد بتويتر تناولت ضحايا الحوثي من الأطفال الذي يقتلهم بشكل يومي بالألغام التي زرعها بشكل عشوائي في الطرقات والمراعي والمزارع. قدر على أبناء اليمن الموت المحتوم على يد الحوثيين الذين ما مروا من قرية إلا وتركوا الموت لها ولو بعد حين خلال 24 ساعة فقط. دفنه في أرضنا الذي دفنه في أرضنا ليقتل أطفالنا وشبابنا. إذا مشاهدينا الكرام نكون إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث الصحافة، انتظرونا غدا في نفس الموعد في أمان الله.